امرأة طافت وسعت ولم تفص شعرها ولبست البرقع ومست الطيب وداعبت زوجها وبعد ذلك قصت شعرها، فهل عليها شيء؟ هذا غلط، ولا يجوز هذا التلاعب العمرة، بل يجب إكمال مناسكها الطواف والسعي تقصير، فكونها أخرت التقصير وعملت محظورات الإحرام من الطيب والزوج، فإذا كان حصل عليها جماع قبل الحلق قبل التقصير عليها فدية، التقصير لا بد منه، لا تكمل عمرتها إلا بالتقصير، فإن كان حصل عليها جماع قبل التقصير فإنها تقصر تكمل عمرتها ويكون عليها فدية، تذبح شاة في مكة توزعها على الفقراء. نعم.